تحياتي لكل اخواتي واخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. كلنا شفنا الازمه الاخيره اللي حصلت في مدرجات مباراه النادي الاهلي مع الرجاء المغربي، والمناوشات اللي حصلت، وبعض الاخوه الاهلاويه تم القبض عليهم، ويعني مش هقول اطفال لان هم رجاله يعني، ولكن سن 17 و18 سنه، دول شباب صغير متحمس، ومع ذلك تم القبض عليهم. وفي ناس يعني موجوده في الاسم، وفي ناس خرجت، في ناس لسه متواجده، وفي الكابتن خطيب بيخلص كل حاجه يعني، والمهندس محمد سراج نزل كذا بوست ان الموضوع يعني خلاص شبه منتهي. ولكن ما فعله ميدو والتهييج والتأجيج ده امر يعني عيب عيب، وما يصحش من شخص المفروض يكون مسؤول، والمفروض يكون عنده نوع من انواع الوعي، وعنده نوع من انواع الحكمه في طرح الاخبار. ما ينفعش لا يبقى مع شخص، ولا يبقى مع جماعه، ولا يبقى مع مجموعه، ولا يبقى مع الامن، ولا يبقى هو راجل بيطرح الفكره وعلى المتلقي هو اللي يقول الصح والغلط فين. دورك ان انت تقيم، دورك ان انت تقوم، لكن في النهايه ما ينفعش ان انت تتهم اشخاص بعينهم ان هم مقبضه واخوانجيه واسلامنجيه ومش عارف ايه. لكن محمد فارس رد عليه رد قوي ورد موجع. الاول نشوف ميدو كتب ايه ورد محمد فارس ايه، وميدو كان بيكتب ايه في البدايه. طبعا ما تنساش اخويا حبيبي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير الفيديو، وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس، وتختار كل الاشعارات عشان ما تفوتكش اي فيديو بينزل على قناه الاهلاويه على اليوتيوب. ميدو كتب على حسابه على تويتر: قاده الارض الالتراس الابيضه مش هيعرفوا يضحكوا علينا تاني، عمركم ما حبيتوا البلد، عفوا عمركم ما حبيتوا النادي اللي بتشجعوه، دائما كنتوا بتدوروا على مصلحتكم ومصلحه جيوبكم، استغليتوا قيمه الحشد لصالح الهلال، حساباتكم البنكية عملتوا كده، مستغربين اسم النادي اللي بتشجعوه وانجراف الشباب صغير وراكم باسم حب النادي. دورنا اننا نوعي الشباب ونفهمهم ايه اللي بيحصل، حتى لو هنتشتم هنا في تويتر وفي المدرج. ده اول بوست. راح عمل بوست تاني كتب: في عيال عملوا ملايين ساعة الثورة، كانوا بيقبضوا من الاخوان ومن حازم صلاح ابو اسماعيل في الوقت اللي مصر كانت بتقع في عيال تأمروا على مصر، اوعوا حد يحاول ينسيكوا التاريخ. راح كاتب بوست كمان: في زمن سهل حاجات فيه تتزيف، الحقائق لازم الحقيقة تبقى واضحة، مصر اتعلمت من اخطائها، الدولة لن تسمح لأبيضة الالتراس انهم يوقعوا ما بين الجمهور والجهات الامنية، دلوقتي في حملة تشويه ممنهجة على وزارة الداخلية، لانهم بيمنعوا قادة الالتراس الابيضة بانهم يسيئوا للدولة المصرية. دائما بقولها وهكررها تاني: الاخوان والاسلامنجية والالتراس نفس الاشكال الخونة، وطن ليهم ولا دين ليهم. ده كان كلام ميدو اللي قاله في كذا تويتر، على تويتر بيتهم الاطفال اللي حضراتكم شفتهم اتقبض عليهم ان هم اخوانجيه واسلامنجيه ومش عارف ايه، عشان قبضوا على اطفال ده يعني 16 سنه و17 سنه، ده يعني سن مراهقه. راح محمد فارس رد عليه وقال له: ربنا هيحاسبك لما تحرض على جمهور الاهلي وتحاول تسبب في اذيه شباب صغير، كل كلمة ربنا هيحاسبك عليها، والله عمري ما تخيلت ان الانتماء لفريق يكون معناه التحريض والغل والكراهية، يا اخي ده انت اكتر واحد في مصر غلط، وهو لاعب وهو مدرب وهو اعلامي، جمهور الاهلي ما عندوش هدف غير حب الاهلي ودعمه، خرجوا جمهور الاهلي من حساباتكم واغراضكم واتقوا الله فيهم. ده كان كلام محمد فارس على ميدو. طيب ما تيجوا كده نشوف ميدو كان بيكتب ايه على الالتراس وعلى الدوله. بص يا فندم، ده برضه من نفس الحساب اهو، وعلى تويتر برضه، في تاريخ 23 يناير 2013 كتب ايه بقى: الالتراس يعلن اليوم بدايه الغضب، ادي جامد. حلو. كنت دائما ضد تدخل الالتراس في محفل السياسه او في محفل سياسي، ولكني بكل صراحه معجب بشجاعتهم واصرارهم على ان لا يضيع دم اخواتهم هدر، كل التحيه لشباب الالتراس.
تمام؟ ده معلوش تاريخ. كنت دائما ضد التدخل الألطرس في أي محفل سياسي، ولكني بكل صراحة معجب بشجاعتهم وإصرارهم على أن لا يضيع دم إخواتهم هدر. كل التحية لشباب الألطرس. في بوست تاني استنى نوضحه لحضراتكم أهو، بيقول لك إيه برضه ميدو أهو، أغنية تسلم الأيادي أوسخ أغنية سمعتها في حياتي، لحن زبالة والكلام كذا مصر. نميد اهو مش عاجبه اغنية تسلم الايادي بتاعت الجيش، اللي هو بيدعي ان هو مع الجيش مع الشرطة ومع البلد. يا راجل ده الكلام ده ما طلعش من الاخوان، طلع انت تقوله. اغنية تسلم الايادي اوسخ اغنية سمعتها في حياتي، لحن زبالة والكلام كذا لمصر. ده ميدو، ميدو اللي بيهيج الدنيا دلوقتي على ألطرس أهلاوي، ميدو اللي بيهيج الدنيا ومش ساكت على يعني دول أطفال في سن أولاده. العيل الصغير لما بيعمل غلط بتقيمه الأول، بتحذره تقول له يا ابني ما ينفعش، يا ابني يعني ما يصحش، يا ابني عيب. ده إذا كان غلط. في جواسيس بتندس داخل المدرجات علشان تشتم، عشان تعمل فتنة، عشان تعمل مشكلة. في بعض المرشدين موجودين داخل المدرج من قلب جماهير نادي الاهلي، بتشتم بتقل ادبها. هقولك على حاجة يا فندم، ما تيجي نرجع لماتش فرق الزمالك مش طرف، شيكابالا مش طرف، اصلا ما فيش اي عداوه بيننا ما بين الزمالك دلوقتي في اي شيء، مرتضى منصور مش موجود، شيكابالا ما عملش اي فعل مشين، ومع ذلك بصيت لي في ناس اندست عشان تشتم شيكابالا. الله، يبقى انت مين هدفه ان يوقف الجماهير دي؟ في حد هدفه ان هو يخلي الجماهير دي ما تدخلش المدرجات مره تانية؟ الجماهير دي عامله رعب، عامله رعب للمنافسين، وعامله رعب للناس اللي يعني ليها مصلحه ان النادي الاهلي جمهوره ما يدخلش. مين له مصلحه ان هو يشوه صوره جماهير النادي الاهلي؟ انا من رايي، من وجهه نظري، ان المفروض يحصل اجتماع ما بين قيادات الألطرس، يا قيادتي ألطرس هنبقى في نقط محدده هنمشي عليها. يا عم انت عايز الادوات بتاعتك، ادي الادوات بتاعتك، الطبله، الترومبيطه، الاعلام بتاعتك، الشعارات بتاعتك اللي ما فيهاش اي شيء مسيء لاحد، وفي نفس الوقت ماليش دعوه ولا بجيش ولا بشرطه ولا تشتم حد، تشجع ناديك فقط لا غير. وانا هديك ادواتك وهحترمك، وانت كمان تحترم المكان اللي انت قاعد فيه والمدرج اللي انت قاعد فيه بس، والامر ينتهي. الامر بسيط على فكره يا جماعه، الموضوع بسيط ابسط ما يكون. النادي الاهلي يعين كبهات ويبقى لهم كرنيهات، والناس دي تبقى مسؤولة عن أي حاجة خارجة داخل المدرج. بس الأمر والله الأمر سهل جدا، سهل على الشرطة وسهل على الأهلي وسهل على الألترس، يعني أمر بسيط خالص، كرنيه صغير كده للكبوهات وقادة المجموعات. أنت المسؤول قدامي عن أي خروج عن النص عن المجموعة بتاعتك. كل مدرج له هيبقى فيه كبو منوط بيه إن هو يظبط المدرج. مش عايزين الفاظ خارجه على حد، مش عايزين اساءه لحد، لا الجهه ولا الاشخاص ولا الاحد، نشجع نادينا فقط، مالناش دعوه باي حد خالص، حتى المدرج الاخر لو لقيت حد بيشتمنا ما تشتموش ولا ترد عليه. خلينا نشجع، خلي صوتنا اعلى من الشتيمه، صوتنا اعلى من الشتيمه ان حد يدخل بينا يخلينا نشتم ونخسر سلاح قوي اسمه سلاح النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي هو سلاحه. فمحمد فارس بيقول الميدو يعني بما معناه يعني اتقي ربنا، ده انت اكتر واحد غلطت وانت اعلامي وانت لاعب وانت مدرب، ده انت ما سبتش حاجه ما عملتهاش عن الميدو، ده انت ما فيش حاجه ما عملتهاش. وعلى الرغم من دول عيال صغيره عندهم 17 و18 سنه، يعني في سن الشباب الصغير لسه في مرحله المراهقه، يعني ايا كان هم عملوا ايه بالعقل كده، واحد يبقى مثلا عنده 40 سنه ولا 50 سنه يفضل يمسك في الشباب ويزعق لهم؟ لا لا لا، مش هو ده الحل، مش هو ده الحل.
الحل ان انت تضع ضوابط، الضوابط دي تمشي على الكل. ايه الضوابط دي؟ انا يا سيدي هديك حقوقك، حقوقك ايه؟ ان انت هتدخل بادواتك في المدرج، حلو؟ بس عندي شرط ان انت ما تشتمش لا جيش ولا شرطه ولا اشخاص ولا اي حد. ادخل شجع ناديك اللي انت جاي من قبله، وتتعمل كارنيهات للكابوهات، كل واحد مسؤول عن المدرج بتاعه، وفي الاخر الحساب عند النادي الاهلي او عند المناطين بالناس اللي عينت الكابوهات دي. عادي، بسيطه جدا يعني، الامر بسيط. هيبقى هيمنع اي اختراقات، هيمنع الناس الجواسيس اللي داخلين علشان يشتموا. لا، ما حدش هيشتم، احنا مش عايزين المدرج بتاعنا يبقى فيه شتيمه، احنا عايزين مدرجنا يبقى فيه تشجيع للنادي الاهلي اللي بيلعب باسم النادي الاهلي. احنا مش عايزين، احنا لو داخلين نشتم هنستفاد ايه من الناس داخله تشتم وفريقنا مثلا خسران او فريقنا مثلا محتاج لتشجيع؟ لا يا فندم، احنا محتاجين الجماهير تدخل المدرج تشجع، الامن يدي الادوات للمشجعين انها تشجع بيها، يبقى في احترام متبادل. الشرطه اخواتنا والالترس اخواتنا، دول مصريين ودول مصريين. لما تيجي تطبق الامن يا شرطه وتطبق القانون بحذافيره، يبقى مع اشخاص مدركين هم بيعملوا ايه، مش جاي بتمسك شويه عيال صغيره وتجري وراهم وميدو هيج والواد زفت الطين ده كانت فطوطه هيج. ما ينفعش، ما ينفعش، لازم يبقى في عندنا روح القانون. وانا كتبت بوست قلت ان روح القانون هو سيد القانون في هذه الحالات. انتوا كنتوا مكبرين دماغكم الاول ومريحين دماغكم وما بتدخلوش حد، ولكن كل الدول اللي حوالينا يعني بتدخل جماهيرها. هل مصر عاجزه انها تدخل جمهور وانها تامنه وانها تحافظ على سلامته وفي نفس الوقت يبقى في انضباط؟ ده في شمال افريقيا يا عم، ده بيولعوا شماريخ وبيضربوا قنابل مسيله للدموع في الملعب، محدش بيقول لهم انتوا بتعملوا ايه. وعلى الرغم من كده احنا مش طالبين هذا الامر، احنا طالبين ان يبقى في تعاون واحترام متبادل. بس احترمني واحترمك، حبني واحبك يا اخي، اديني حق واديك حقك، مش هشتمك، مش هقول عليك اي حاجه وحشه، حقك ده وحق الدوله وحق المستمعين. لكن في نفس الوقت يبقى في عقل في التعامل مع الناس، ما ينفعش الناس تتعامل معاها كده، ما ينفعش. انتهى الفيديو بتاعنا، ما تنساش اخويا حبيبي الاهلاوي وتدعمنا بلايك وشير الفيديو. اول مره تشوفني، اول مره تخش قناتي، تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان ما يفوتكش اي فيديو بينزل على قناتنا، قناه الاهلاويه على اليوتيوب. بشكركم مره واثنين وثلاثه وعشره. كان معاكم اخوكم هاني الشراوي، والسلام عليكم.